مهاجم مولودية الجزائر علي هارون يتحدث لأول مرة في حوار تلفزيوني مطول عن انضمامه لمولودية الجزائر في الميركاتو الشتوي الماضي. أنا كنت نسمع قبل ما نجي مولودية شغل كان تخوفني، مش تخوفني باش ما نعيش فيها، شغل نسمع حاجة توجو نيجاتيف مولودية بصح والله غير كي راني جيت وش راني عشت راني شباني بما دو موا ايدمي ملي جيت ليكيب شغل حاجة واحدة أخرى كريم وحاجة واحدة أخرى. أهدافه مع عميد الأندية الجزائرية. ما تنساش بلي 80% بلي ليكيب جديدة هذي وصلابيل تلعب دور كبيرة في ليكيب. كيستيون دو وقت برك هذا مكان و نديروا بون ليكيب إن شاء الله. أسباب رحيله عن شبيبة القبائل في عهد ريشارد. دي بارتي عم جي اسكا علاش كان؟ سير 11 موا خلص شهرين. سقسينا بورك الواحد عنده ميتي ولا خدام يقول لك ما نخدمش. شعوره بالظلم في شبيبة القبائل في مرحلة انتقالية صعبة للنادي القبائلي. عايز بريزيدون قلت له قلت له واش بريزيدون كاين دي جوار خلص وجوار ما خلص واش ما فهمتش. قال لي معليش لعب ماتش تاعك كي تولي فيري في الكونت تلقى عندك. ما كان والو كيف كيف. شغل جي جوار جديد يخلص وانت ما تخلصش. تسمى كاين خلافات وكاين يقول لك باللي انا حسيت روحي فيكتيم تاع لونسيان ديريكسيون. وفشل صفقة انتقاله إلى شباب الوزداد في عهد توفيق قريشي. درت شوا تاعي ديريكت سي ار بي. باسكو كان انتريسي بزاف الشيخ قريشي ونحييه بالمناسبه ونزيد نقول له اسمح لي بزاف باسكو بعت له ميساج في حاله غضب ميم هو ريبوند علي ديجا في الهداف. كل هذا وغيره في اول حوار مطول للاعب هارون عبر قناه الهداف.